بسم الله الرحمن الرحيم. الآن رح نحكي عن الشورتست راوت بروبلم. في الفيديو السابق اللي حكينا فيه انترودكشن عن النتورك فلو مودلز، وهذا أول نتورك فلو مودلز معنا. شرحنا إيش هي النتورك مودلز وشو هي الكومبوننتس للنتورك مودلز الآن، وخلينا نستذكر مع بعض مثال بسيط عن النتورك مودلز. حكينا انه النودز هي المدن في شبكة الطرق، مثلا النودز هي المدن والبرانشز هي الطرق التي تصل بين هاي المدن، الأرقام اللي بتكون على البرانشز قد تكون تعبر عن المسافة بين هاي المدينة وبين مدينة ومدينة، أو الوقت اللي بنستغرقه للانتقال من مدينة إلى هاي المدينة، أو كلفة الانتقال من هاي المدينة إلى المدينة الثانية والمدينة الأخرى. فالآن رح نحكي عن الشورتست راوت بروبلم. الآن يقول لي الشورتست راوت بروبلم is to determine the shortest distance between an originating point and several destination points. التطبيق الرئيسي للشورتست راوت بروبلم رح نوضحه من خلال هذا المثال. ركزوا معي في هذا المثال اللي رح يوضح لي الشورتست راوت بروبلم وقيس عليه. الآن الشورتست راوت بروبلم، فلنفترض انه عندي محل او مصنع او شركة تنتج برودكت معين او برودكت معينة، وموقع هذا الشركة او موقع الوير هاوس إلها، فلنفترض انه موجود في مدينة عمان او في اي مدينة، شو ما كانت وين ما كانت وشو ما كانت، لان هذا الموقع فلنفترض انه بيخدم 10 مدن اخرى. يعني في مدينة يتم عملية الانتاج فيها او فيها المخزون، وهي بتخدم 10 مدن الان، وعندها خدمة التوصيل، عندها خدمة التوصيل، وانت مدير الدليفري في اي الشركة. الان شو مطلوب منك؟ انه لما يجيك اوردر وبدك توصله او تخلي الشخص الدليفري هذا ياخذ هاي البضاعة ويوديها لهاي الوجهة اللي انت بدك اياها، مطلوب منك انه توجهه على الطريق الامثل او الشورتست راوت، الشورتست باث للوصول الى المدينة اللي هي اصلا فيها الكاستمر اللي بدك توصل له الاوردر. فانا بيكون عندي نقطة مرجعية هي بتكون واحدة من النودز اللي موجودين في النتورك، اللي بنسميها الاوريجين بوينت او الستارتنج بوينت. من هاي الستارتنج بوينت انا بدي احسب الشورتست راوت او الشورتست باث لكل نود اخرى او لكل اي نود موجودة في هاي النتورك. ممكن يسألك احسب لي الشورتست باث او الشورتست راوت للوصول الى كل نودز موجودة في النتورك، او يحكي لك ما هي الشورتست راوت للوصول الى نود معينة موجودة في الشبكة. طبعا لازم تكون عارف الستارتنج بوينت، يعني لازم يكون محدد لك ايش هي الستارتنج بوينت. الان بالعادة الاوريجين نود بتكون هي الوير هاوس او المصنع او المكان اللي هو المين سورس اوف ايتمز، والاذر نودز بتكون مواقع للكاستمر او للريتيلر. فبدنا نكون محددين اقصر مسافة بتوصل سيارة الدليفري للوجهة المطلوبة بشكل مسبق. يعني لما يجينا اوردر من اربد بدك تكون عارف ما هي الشورتست راوت للوصول الى مدينة اربد من موقعك اللي هو الموجود فيه البرودكت. ولما يجيك طلب من مدينة العقبة بدك تكون عارف مسبقا ايش هي الشورتست راوت، يعني الشورتست باث. لما نحكي شورتست راوت يعني شورتست باث للوصول الى مدينة العقبة. اي مدينة بيجي منها اوردر بدك تكون عارف
الشورتست راوت او الشورتست باث للوصول الى هاي المدينة او الى هاي الوجهة، تكون محددة in advanced بشكل مسبق. فلما يجي اي طلب من اي مدينة بكون انا عارف الشورتست باث للوصول الى هاي المدينة، وبالتالي بوجه سيارة الدليفري للوصول الى هاي الوجهة باقل كلفة او اقل وقت او اقل ديستانس ممكنة. فهاي هو المبدأ الرئيسي من الشورتست راوت بروبلم. طيب في عندي الان 6 خطوات مشان انا اوصل للأوبتيمال سوليوشن للنتورك للشورتست راوت موديل او الشورتست راوت بروبلم. اول شيء بدنا نكون عارفين ايش هي المعطيات. المعطيات عندي مجموعة من النودز بيوصل بينها مجموعة من البرانشز، كل برانش عليه رقم يمثل المسافة او التكلفة او المسافة او التكلفة او التايم او اي وحدة اخرى، وقت يكون مثلا ممكن يكون ريفينيو او اي شيء. طيب الان الخطوة الاولى في عندي اشي بنسميه البيرمننت سيت. ايش هي البيرمننت سيت؟ هنتعرف عليه يعني يتعمق بفهمه من خلال المثال. الان البيرمننت سيت هي مجموعة او المجموعة تحتوي على النودز اللي احنا خلينا نقول عرفنا ايش هي الشورتست راوت لهم، يعني احنا وصلنا لهم باقصر طريق ممكن. فبالخطوة الأولى في يعني أول خطوة البيرمننت سيت هاي ما رح يكون فيها غير الأوريجين بوينت اللي أنا أصلا بدي أبلش من عندها، ورقم الأوريجين نود أو الأوريجين بوينت مش شرط أنه يكون رقم واحد، ممكن يكون أي رقم ثاني موجود ضمن النود. هو بيقول لك اعتبر لي النود رقم واحد مثلا هي الأوريجين بوينت، أو النود رقم 3 أو 4 أو 5 هي الاوريجين بوينت. فبنعمل نعمل استابليش للبيرمننت سيت، وبكون في الخطوه الاولى تحتوي فقط على الاوريجين نود. بنشوف كل الطرق الممكنه من هاي الاوريجين نود، وبنختار الطريق او يعني خلينا نقول الوجهات، كل الوجهات المحتمله من نعمل لها ليست ومع الديستانس تبعها، ومن ثم بنختار الوجهة اللي بتعطيني أقل كلفة وأقل ديستانس. لما أوصل لأي نود بضيفها على البيرمننت سيت. كل ما أوصل لنود يعني أعرف الشورتست راوت لهاي النود بضيفها على البيرمننت سيت، وبعدها بشوف صار عندي permanent set مكون من أكثر من الأوريجين نود. صار عندي الأوريجين نود ونودز أخرى، فبشوف هذول النودز الموجودين في permanent set وين ممكن أو شو الطرق اللي الموصولة فيهم وجهاتهم. بضل أعيد بالخطوة أو بالخطوات هاي لغاية ما أوصل للشورتست راوت لكل نودز موجودة في النتورك، أو لغاية ما أوصل خلينا نحكي للنودز المطلوبة مني في السؤال. رح نشوف مثال، هاي الخطوات نظرية ما رح تفهمها إلا بعد ما نطبق على المثال. في المثال الأول عندي هاي الشركة شيبينج كومباني. أتمنى أنك توقف الفيديو وأقرأ السؤال، أنا رح أحكي فكرة السؤال بشكل سريع. هاي الشركة بتنتج البرتقال وبدها تنقل البرتقال من المدينة الرئيسية التي يتم إنتاج البرتقال فيها اللي هي لوس أنجلوس إلى 6 مدن أخرى موجودة في ولايات، يعني موجودة في ولايات أخرى. هذا الشكل اللي هو الشكل 7-2 بمثل لي الشيبينج راوتس يعني الشيبينج باث
من لوس أنجلوس إلى المدن الستة الأخرى. الآن the shipping company manager wants to determine the best route in terms of the minimum travel time. إذن الأرقام الموجودة على البرانشز هي تعبر عن وقت. لاحظ هنا الأهمية للوقت وليس للكلفة. فممكن يعني الطريق بين مثلا لوس أنجلوس ومدينة فونيكس فرضا تكون الطريق أطول مسافة لكنها طريق مفتوحة، يعني طريق سريع، يمكن أنه الترك تكون سرعتها عالية وبالتالي بتحتاج وقت أقل مثلا من أنه يروح على مدينة مثلا دينيفر اللي قد تكون فيه على الطريق أزمات أو طرق داخلية، وبالتالي هاي الكلفة يعني هاي المسافة بتكون أقصر لكنها بتأخذ وقت أطول لأنه السيارة الدليفري ما بتقدر تسرع في هاي الطريق. فهنا على الأسهم موجود عندي إيش؟ موجود الوقت اللي بتحتاجه السيارة أو سيارة التوصيل الشيبينج سيارة الشحن من المدينة الأصلية اللي هي لوس أنجلوس إلى باقي المدن. فالشيبينج كومباني مانيجر بده يحدد البيست راوت من ناحية المينيمم ترافل تايم فور ذا تراكس تو تيك تو ريتش ذير ديستنيشنز. يعني الآن التراكس اللي بتوصل البرتقال بدها تأخذ البرتقال من لوس أنجلوس وتوديه لوين؟ لهاي المدن مدينة مدينة. طبعا التراكس بتوصل مثلا إلى فونيكس بترد ترجع لعند لوس أنجلوس بتأخذ شحنة أخرى وبتوديها لدالاس ومن ثم إلى دينيفر ومن ثم إلى كل المدن المتبقية. فكيف ممكن نحدد يعني المسار للتراكس من كل مدينة إلى المدن الأخرى؟ نقدر إن نحل هاي البروبلم باستخدام الشورتست راوت سوليوشن تكنيك. بالبداية لازم نعبر عن هاي المدن نحولها إلى نتوركس. الأوريجين بوينت اللي هي لوس أنجلوس ورقمناها بالرقم 1 وعندي 2 و3 و4 و5 و6 و7. ف we want to determine the shortest route أو shortest paths from the origin node اللي هي node 1 to the 6 destination اللي هم node 2 إلى 7. ونطبق خطوات shortest route. لاحظ الخطوة الأولى والثانية. الخطوة الأولى هي أني أنا أحدد البيرمننت سيت. البيرمننت سيت عندي هي في أول خطوة أو في البداية اللي هي الأوريجين بوينت وهي النود الأولى. هاي الرسمة هي الشبكة كاملة الأصلية نطلع عليها. لاحظ النود الأولى ما هي الطرق، إيش هي الطرق اللي الموجودة أو المحتملة للنود الأولى؟ عندي 1-2 والتايم 16، 1-4 والتايم 35، 1-3 والتايم 9. في طرق أخرى تتفرع من النود الأولى أو محتملة إننا نبدأ من عندها من هاي النود الأولى؟ ما في، يا 16 يا 35 يا 9. فإذا هاي النود الأولى البيرمننت سيت عندي واحد فقط النود الأولى، البرانشز المحتملة هي 1-2 و1-4 و1-3 والمسافات 16 35 و9. راح أختار أقصر وحدة من بينهم وهي 9. فإذا البرانش 1-3 هو أول راوت أوبتيمال أنا وصلت لها. إذا أنت بدك توصل للنود 3 بتروح من خلال إنه بالطريق مباشرة من النود الأولى إلى النود الثالث. فهاي الأوبتيمال راوت لمين؟ للنود 3. فإذا كان طالب منك ما هي الأوبتيمال باث أو راوت للوصول إلى النود 3، أنت هيك خلاص وقفت حل. لكن أنا بدي أحل وأوجد لكل النودز. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح أعمل بيرمننت ست جديدة. لاحظ هاي عندي أنا النودز الأصلية ومنلاحظ البيرمننت سيت أنا ضفت عليها النود اللي وصلت لها. دائما
النود اللي انا بوصل لها او بعرف الاوبتيمال راوت لها بنضيفها على البيرمننت سيت. البيرمننت سيت تحتوي على النودز اللي انا وصلت للاوبتيمال راوت لها. فانا صار عندي 1 و3 موجودات في البيرمننت سيت. طيب ايش هي الان الطرق الممكنة من هذا البيرمننت سيت؟ انا عندي 2 نودز في البيرمننت سيت. النود الاولى ممكن اروح من 1 ل2، ممكن اروح من 1 ل4، من 1 ل3 اصلا ما انا واصل ل3 فيش داعي، يعني ظل عندي طريقين من 1 1 2 و1 4، المسافة 16 و35، المسافة 16 و35. فبنحط نكتب التايم لكل برانش منهم. الان ضيل الثلاث اللي هي موجودة في ضمن البيرمننت سيت، شو في طرق محتملة من النود 3؟ في من 3 ل4 ومن 3 ل6. الآن من 3 ل4 التايم 15. طيب ليش هون مكتوب 24 مش 15؟ لأنه الوقت أصلا أنا 3 ما يعني هي مش الأوريجين، يعني هاي معناها أنه أنا بدي أروح من 1 إلى 3 ومن ثم إلى 4. فبختار الرقم اللي أنا قطعته لحتى وصلت 3. فالرقم اللي أنا التايم اللي استغرقته لحتى أوصل 3 عرفناه قبل شوي إنه 9 9 و15 24. وإذا بدي أروح ل6 من خلال النود 3 بدي 9 و22 بيكون 31. شو أقل رقم من بين هذول الأرقام اللي هي 16؟ فرح اختار 16 اللي هي البرانش 1 إلى 2 16. فانا هيك وصلت للأوبتيمال راوت للنود الثانية. صار عندي بالبيرمننت سيت النود الاولى والنود الثانية والنود الثالثة. طيب نشوف الان 3 نودز ما هي الطرق المحتملة من هاي النودز. الان من 1 إلى 3 او واحد الها بس باث واحدة افيلابل، هي اصلا الها 3 باث من 1، من 1 ل2 ومن 1 ل4 ومن 1 ل3، لكن 2 و3 صاروا ضمن البيرمننت سيت. فاي نود موجودة ضمن البيرمننت سيت انت عرفت الاوبتيمال راوت الها، فما بتبحث بالطرق اللي بتوصل الها، انت بتبحث بالطرق اللي بتتفرع منها مش اللي بتوصل الها. فأي نود موجودة ضمن البيرمننت سيت انت ما بتبحث بالراوتس او بالباث. لما نحكي راوت معناها باث. فالنودز الموجودة ضمن البيرمننت سيت انت ما بتبحث بالراوت اللي بتوصل الها، وانما بتبحث بالراوت اللي بتتفرع منها فقط. طيب الان النود الاولى بتفرع منها 3 طرق، لكن 2 منهم ما بدنا اياهم لانه احنا واصلين لاثنين وثلاث احنا اصلا وصلنا لهم. بضل عندي بس 1 4، فهي ايش؟ 35. كمان النود 2 بيتفرع منها طريق الى 5 وطريق الى 4، فعندي 2 إلى 4 و2 إلى 5. الان احنا المسافة اللي قطعناها او التايم اللي قطعناه لحتى وصلنا النود 2 هي 16. ف16 و25 الاجابة راح تكون 41، فلذلك 2 5 هي 41. والمسافة اللي قطعناها لغاية ما نوصل 2 16 وبدك تروح من 2 ل 4 12 12 و16 بتكون 28، وبالتالي 2 4 راح تكون 28 و2 5 راح تكون 41. طيب النود الثالثة، النود الثالثة في إلها طريق ل4 وطريق إلى 6. الآن لغاية ما نوصل 3 احنا بنكون قطعنا 9 وضيف عليهم 15 لغاية الأربعة صار عندي 24، ولغاية 6 بدك تضيف على 9 22 بصير عندي 31. شو الرقم الأصغر من بينهم؟ الرقم الأصغر هي 24، وبالتالي البرانش 3 4. شو معنى برانش 3 4؟ معناها أنا وصلت للأوبتيمال راوت للنود 4، لكن هذا الطريق هو مش 3 4 فقط، من 1 إلى 3 إلى 4.
لانه ثلاث، هل هي ثلاث هي النودز الاوريجن؟ لا، الاوريجن بوينت هي واحد، فمن واحد الى ثلاث الى اربعة المسافة 24. صار عندي بالبيرمننت سيت اربعة نودز. نطلع هون نود واحد، الان صار عندي نود واحد واثنين وثلاث واربعة ضمن البيرمننت سيت. ما هي الافيلابل باث؟ النود الاولى الباث اللي عندها زي ما نحكي خلص، ليش؟ لانه انا هي تصلني باثنين وثلاث واربعة، واثنين وثلاث واربعة ضمن البيرمننت سيت، ما بهمني اوصل الهم الان لانهم لاني انا وصلت لهم اصلا مسبقا. طيب نشوف النود اثنين، النود اثنين بيتفرع منها طريق الى اربعة، واربعة ما بلزمني لاني انا وصلت لاربعة اصلا، بضل عندي من اثنين لخمسة، واثنين لخمسة عرفنا انه المسافة من قبل شوي المسافة 41. طيب ثلاث، بدي ثلاث لستة فقط والمسافة كانت 31. الطريقة اللي بتوصل من ثلاث لاربعة ما بتلزمني لانه اربعة صارت اصلا ضمن البيرمننت ست. الان النود اربعة، النود اربعة الها اربعة، الها ثلاث طرق محتملة، اما لخمسة واما لسبعة واما لستة. الان الطريق من اربعة لخمسة في 14، لكن انا مشان اوصل الاربعة كنت لغاية ما وصلت أربعة كنت قاطع مسافة 24، فأربعة وعشرين زائد 14 بتكون الناتج 38، ومن أربعة إلى سبعة معناها بدي أضيف 24 زائد 19 اللي بيطلع الإجابة 43، ومن أربعة إلى ستة بدي أجمع 24 زائد 17 تطلع المسافة او التايم 41. فانت كل نود انت بتفرع منها صارت بالبيرمننت 6 بدك تفرع منها، بدك تشوف المسافة من النود 4 مثلا الى النود 5 14، لكن هل هاي الاربعة هي الاوريجن؟ لا، مش الاوريجن. طب انت لغاية ما وصلت 4 قديش قطعت تايم؟ قديش اخذ منك تايم لغاية ما توصل 4؟ اخذ منك 24، لأنك أنت روحت من 1 لـ3 وبعدين لـ4، فالمسافة كانت 24، بتضيف عليها 14 يطلع 38 وهكذا. طب من ضمن الأرقام الموجودة الآن شو أصغر رقم؟ أصغر باث هو 3-6 اللي هي المسافة 31. فأنا هيك وصلت للراوت السادسة، الراوت السادسة والمسافة 31. طب انا لما اسال كيف وصلت، ما هي الشورتست باث من الاوريجن لستة؟ راح تكون من 1 الى 3 الى 6، من 1 الى 3 الى 6 والمسافة 31. طيب الان صار عندي بالبيرمننت سيت، نضيف النودز السادسة الى البيرمننت سيت، صار عندي 1 و2 و3 و4 و6 كلهم ضمن البيرمننت سيت، 1 و2 و3 و4 و6. الان النود 2 في منها طريق واحد افيلابل اللي هي من 2 الى 5 ومسافتها 41، حكينا ليش قبل شوي. تقدر تاخذهم اصلا الطرق المتكررة، تاخذهم من الايتريشنز السابقة 2 لخمسة، وأربعة إلى خمسة برضو كانت معنا قبل شوي 38، وأربعة إلى سبعة 43 كانت معنا قبل شوي، انضافت طريق واحد فقط من 6 إلى 7، المسافة من 6 إلى 7 14، لكن هل 6 هي الأوريجن؟ 6 مش الأوريجن، الأوريجن بوينت كانت النقطة 1. طب أنا لغاية ما وصلت 6 كم قطعت مسافة؟ قبل شوي كانت معي لما وصلت لستة من السلايد السابق كانت المسافة 31، فبضيف 31 زائد 14 بيطلع عندي 45. طيب ايش اصغر رقم من بينهم؟ اصغر رقم 38، فانا راح اخذ البرانش اللي يعني 45 اللي هو مسافته او 34. فالاوبتيمال راوت للنود 5 هي ايش؟ من 4 ل 5. طب انا كيف وصلت ل 4؟ من 1 الى 3 الى 4 ومن ثم الى 5
والمسافة 38. راح نلخص الباث بآخر إشي. طيب الآن صار عندي بالبيرمننت 6 1 و2 و3 و4 و5 و6، ضلت بس النود السابعة. النود السابعة أصلا إذا بنلاحظ فيش لها غير 5 طرق، من 4 ل7 ومن 5 ل7 ومن 6 ل7. الآن لغاية ما وصلت النود 4، أصلا لغاية ما وصلت النود 4 أنا قطعت مسافة 24 زائد 19 بيطلع 43، ومن 6 ل7 كانت معي قبل شوي اللي هي المسافة 45. الآن من نود من 5 إلى 7 أنا لغاية ما وصلت النود 5 قطعت مسافة 38، 38 زائد 8 بيطلع 46. بنختار أصغر رقم من بينهم اللي هي إيش؟ 43. فهيك أنا أوجدت الـ optimal route للنود 7. نطلع على هذا الشكل 17 بمثل اللي النتورك. لاحظ الآن شو الشكل هذا للنتورك، معنى انه عند النود الاولى هذا المربع 0، معناها الراوت يعني فيش هنا، ما فيش راوت اصلا لانه هاي الاوريجن. الان عند من 1 إلى 2 في باث والمربع اللي فوقيه 16، معناها انه انا قطعت مسافة مقدارها 16 لغاية ما وصلت النود الثانية، وقطعت مسافة 9 لغاية ما وصلت النود 3. الان مشيت أنا مشان أوصل النود 6، مشيت من 1 إلى 3 ومن ثم من 3 إلى 6، 9 و22 الإجابة 31، ومن 1 إلى 3 إلى 4 قطعت مسافة 9 زائد 15 يساوي 24. الآن لـ5 من 1 إلى 3 إلى 4 ومن ثم إلى 5 وكانت المسافة الكلية 38 اللي هي عبارة عن 9 و15 24 و14 38. ولغاية ما وصلت النود 7 مشيت من 1 إلى 3 إلى 4 ومن ثم إلى 7، 9 زائد 15 زائد 19 بتطلع الإجابة 43. طيب هاي الراوت النهائية. الآن عندي الراوت من 1 إلى 2 والأور 16، من 1 إلى 3 9، من 1 إلى 3 إلى 4 24، من 1 ل3 ل4 ل5 38، 1 3 6 31، 1 3 4 7 43. فهذول هذا الجدول 7 1 بيمثل الأوبتيمال راوت لحتى أوصل كل وجهة ضمن النتورك. بلخص هي الفكرة، يعني الفكرة الرئيسية هون انه انت النودز لما توصل لها وتنتقل، مثلا انت وصلت للنود رقم 4 وكانت المسافة 24، الان بدك تنتقل من 4 إلى 5 ما بتقول بس 14، بدك تضيف عليها المسافة اللي انت استغرقتها لحد ما وصلت الأربعة اللي هي 24 وهكذا. فملخص الخطوات كالتالي: عندي permanent set في البداية يحتوي على الـ origin point فقط، بشوف كل الطرق المحتملة من الـ origin point وبختار الطريق اللي بتعطيني أقل كلفة أو أقل time أو أقل مسافة، بختارها بكون أنا وصلت لوحدة من النودز، بضيف هاي النودز اللي وصلت لها للـ permanent set، ومن ثم برجع بشوف إيش، بشوف الـ paths المحتملة من الـ permanent set. أي نودز تضاف للبيرمننت ست بلغي الطرق المؤدية إليها، بهتم بس بالطرق المتفرعة منها. هاي أهم مبدأ. نشوف هذا المثال. مثال 2 بيحكي لي find shortest path and total distance from O to T. هاي النتورك عندي O إلى T، لاحظ النتورك كليات، أنا بدي أشوف الباث الأوبتيمال من O إلى T. رح نبدأ الآن بالحل. نطلع أولاً البيرمننت سيت O، شو هي الطرق المحتملة من O؟ لاحظ من O إلى A والمسافة 2، من O إلى B والمسافة 5،
ومن O إلى C والمسافة 4. أصغر وحدة 2، إذا أنا بأخذ من O إلى A والمسافة 2، ورح أضيف الـ A للـ Permanent Set. وبإضافة الـ A للـ Permanent Set هذا يعني أنه بصير مهتم بالطرق المتفرعة من A وبلغي الطرق المؤدية إلى A. فالآن بعد ما ضفت الـ A للـ Permanent Set صار عندي O إلى B و O إلى C 5 و 4، وعندي من A إلى B المسافة الكلية 4، ومن A إلى D المسافة الكلية 9. لاحظ من A إلى B المسافة 2، وأنا لغاية ما وصلت الـ A كمان مسافة 2، ف 2 و 2 4 وهكذا. وبرضو A إلى D 7 زائد 2 9 وهكذا. رح أختار المسافة الأصغر اللي هي O إلى C اللي هي كانت 4، وبصير تختار كمان A إلى B جهتين صحيحات. اخترنا الراوت O إلى C والمسافة 4، وحنضيف الـ C إلى الـ Permanent Set. صار عندي بالـ Permanent Set O و A و C. الآن الطرق المؤدية إلى A و C رح ألغيها، ورح أشوف كل الطرق المتفرعة من O و A و C وغير ملغية. من O إلى A، من O إلى B أولا، من O إلى B 5، وفي عندي من A ل B المسافة 4 لأنه 2 و 2 4، و A إلى D، A إلى D المسافة 9 حكيناها قبل شوي، من C إلى B المسافة 5، ليش 4 زائد 1 5، ومن C إلى E المسافة رح تكون 4 و 4 8، وبالتالي رح أختار أنا الأصغر اللي هي AB، ورح أضيف ال B لل Permanent Set. صار عندي الـ Permanent Set O و A و B و C. بلغي الطرق المؤدية إلى أي وحدة منهم، وبهتم بالطرق المتفرعة منهم وغير مؤدية إلى أي وحدة ضمن الـ Permanent Set. الآن ضل عندي A إلى D المسافة 9، و C إلى E المسافة 8، و B إلى D المسافة 8، و B إلى E المسافة 7. ليش B إلى D؟ لاحظ أنا لغاية ما وصلت B كانت المسافة 4، ومن B إلى D 4 صرنا 8، ومن B إلى E المسافة أصلا 3، لكن أنا لغاية ما وصلت ال B كنت قاطع مسافة 4، 4 و 3 7. فهيك خلي هذا المبدأ موجود في بالك. الآن رح أختار B إلى E والمسافة 7، ونضيف الـ E إلى الـ Permanent Set. فصار عندي الـ Permanent Set O و A و B و C و E، O و A و B و C و E. الآن AD و BD الطرق المتفرعة، صار عندي AD المسافة 9 قبل شوي أصلا حكينا عنها، و BD كانت من قبل شوي 8، و E إلى D. لاحظ E صارت ضمن الـ Permanent Set. أنا لغاية ما وصلت الـ E، لغاية ما وصلت E أصلا كنت قاطع مسافة مقدارها 7. الآن من E إلى D مسافة 1، فصفى عندي 8، ومن E إلى T 14. رح أختار أنا الأصغر من بينهم، فرح نختار هنا B إلى D المسافة 8. هيك أنا وصلت إلى D. صار عندي ضمن الـ Permanent Set الـ O والـ A والـ B والـ C والـ E والـ D، كلهم موجودين ما عدا T. طيب الآن T يؤدي إليها فقط طريقين، إما E إلى T وإما D إلى T. الآن من D إلى T المسافة أصلا 5، لكن أنا لغاية ما وصلت إلى D كنت قاطع مسافة مقدارها 8، ف 8 زائد 5 بيطلع 13، والمسافة من E إلى T أصلا 7، لكن أنا لغاية ما وصلت الـ E كنت قاطع مسافة 7، ف 7 زائد 7 14، وبالتالي رح أختار هنا القيمة الأصغر وهي كم؟ 13، D إلى T. فأنا هيك وصلت للأوبتيمال راوت إلى الـ 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 من O إلى T. لاحظ كيف وصلت
من O من الـ O الـ origin إلى T. بدي أتبع كيف وصلت لـ D. أنا كيف وصلت لـ D؟ إذا بترجعوا على الـ tables السابقة، من O إلى A إلى B ومن ثم إلى D ومن ثم إلى T. مش أنا عندي هون D إلى T، أنا D كيف وصلت لها؟ ال D وصلت لها من B، وال B وصلت لها من A، وال A وصلت لها من ال O. فأنا من O إلى A إلى B إلى D إلى T. هاي الأوبتيمال راوتس لكل نودز، هيهم لخصناهم من كل تيبل. أنت من التيبلز اللي عملناهم قبل شوي، هو تيبل صغير يعني مش إنه هو ذاك التيبل الحجم الكبير. من كل تيبل تأخذ راوت أوبتيمال لنود معين، يعني كل إيتريشن أنت بتوجد أوبتيمال راوت لواحد من النودز، فأنت وحظك عاد المطلوب. ممكن النودز المطلوبة، النود المطلوبة توصل لها من ثاني إيتريشن أو من ثالث إيتريشن، وممكن تظل ماشي لغاية آخر خطوة. فالأوبتيمال راوت من O إلى A 2، من O إلى C 4، ومن إلى آخره. هو كان طالب من O إلى T وهي كانت في آخر خطوة. فعندي O إلى A إلى B إلى D إلى T، والمسافة كم؟ 13. لاحظ من O إلى A المسافة 2، ومن A إلى B المسافة 2، فعندي 2 و 2 4، ومن B إلى D المسافة 4، فعندي 4 و 4 8، ومن D إلى T 5، 8 و 5 13. فهيك أنا وصلت ل T من الـ origin O، والtotal distance كم؟ 13. أخيرا هذا المثال، مثال 3، نترك لكم إياه. الحل رح ينعرض قدامك زي ما إحنا شايفين. الـ origin A طبعا لازم يحدد لك الـ origin. لاحظ هو شو طالب؟ الـ shortest path من A إلى E. لاحظ في البداية الـ permanent set هي A لوحدها، الطرق الموجودة من A إلى B في 2 و 3 نختار الاثنين، وفي الـ part الثاني أو الـ الايتريشن الثاني صار عندي البيرمننت سيت A و B، وهاي الطرق بتتفرج على الحل، حاول حل بايدك. طبعا انا بفترض اصلا انك انت يعني بتحل بايدك معي، يعني كل فيديوهات شرح لمواد حل operations research او اي مادة رياضية فيها رياضيات وفيها حل وفيها models mathematical models، بهاي الاسئلة او بهاي المواد ما بزبط انك انت تتفرج او تحضر الفيديو او الشرح كأنك بتتفرج على فيلم او بتحضر مسلسل. امسك قلم وورقة وخطوة بخطوة، يعني وقف الفيديو واكتب الحل. حاول يعني بعد خطوة، يعني هو بصير زي ما نحكي تكرار خطوات، فانت وقف خطوة خطوتين ثلاث، يعني لما تمشي مثلا اربع خمس خطوات، يعني انت الخمس خطوات هم كلهم تقريبا من الثانية وبعد كلهم نفس الخطوة، توقف الخطوة الثانية وحل الثالثة لوحدك، بعدين مشي الفيديو وتأكد من الحل، وهكذا. هاي بالنسبة للشورتست راوت بروبلم، عرفنا الفكرة منها الأساسية منها وكيف نحلها ونوجد الأوبتيمال راوت أو الأوبتيمال باث للوصول إلى كل نودز موجودة عندي في النتورك. فأنا مسبقا لازم أكون عارف كم، ما هي الراوت الأفضل للوصول إلى كل نود موجودة في الشبكة، لأنه الأوريجين بوينت أصلا مش شرط إنها تكون إلها اتصال مباشر. مثلا زي آخر سؤال حليناه من O إلى T، مش شرط إنه يكون في طريق مباشر من O إلى T، وبالتالي أنا بدي أشوف شو الطرق الممكن إنها توصلني إلى T من خلال النودز الأخرى، ورح أختار الأقل ديستانس وهكذا. رح نوقف هيك بالنسبة للشورتست راوت وبس. يعطيكم العافية.